ايوا هذا البرلماني هذه راه انا ما باغاش نقارن البرلماني بالحزب اللي كينتمي ليه، وان كنت كنختلف مع الحزب العداله والتنميه جمله وتفصيلا لا ايديولوجيا ولا سياسيا، ولكن انا كناخذو في اطاره الخاص اللي هو اطار برلماني. هذه شوها إلا كان كيحترم راسو، هذا النداء تنوجه لهذاك البرلماني والمؤسسة البرلمانية. إلا كانت هذاك البرلماني كيحترم راسو وتيحترم الناس اللي عطاوه الأصوات ديالهم، خصو يمشي يستقل. واش نقول لك أختي، هاد البلاد هادي غادا هكا غادا عبد الغش، غشني نغشك، راه تمشي عند مول الحانوت، تمشي عند مول الحانوت غيغشك ولا بدا تلقاي غاشك في شي حاجة. كي بغيتي الرؤوس الكبار راه شي حوايج عارفين، اللهم نقدر نقولوهم، نقدر نمشيو للحبس، اللهم بلا ما نقولوهم. لحقاش فين مشيتي؟ راه انا برلمان راه فيه الغش، واحد شحال من واحد هنا في برلمان راه قاري حد واحد الخامس في برلمان. واحد النهار كنت فرجت التلفازه مع مولين الدار، داروا برلمان، واحد قال لي كيقرا ما عرفش شنو كيقول، كيقرا وكيتهجى بحال هو خارج من الخامس. وهو انا ذاك البرلماني كاع ما سمعش غير شنو نقول. المهم من هادشي كامل ما خصش يديروه هو بداش بنفسه، هو ما خصش يدير بحال هادشي. واي واحد بالنسبه لي انا نطر الراي ديالي، هو خصو يكون قدوه للمجتمع، قدوه للابناء ديالنا اللي عاد غادي يطلعوا. والحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كان واضح فين قال من غشنا فليس منا، يعني المسلم الحق ما كيغش. ما بقيت ما نقول، من انا بنادم كبير وغادي نقول له، يعني ما خلال الشاب اللي طالع ما ينقول، فهمتي يا بنتي؟ لأن هو كبير في العقل عليهم كاملين، هو خصو كاع ما يدوش كاع بصفة نهائية، لأنه غادي يعطي غيشري إليهم هما أصلا، فهمتي؟ غيشري إليك بحد واحد المثل كيقول من نقل انتقل وما بقاش يعتمد على نفسه. هذاك المثل كان شحال صافي لونطون مي كانت القراية شحال هذا، وباقا كاينة، لأن باش ما درتي راسك غتلقاي، لأنه بغى يلقاوه هو بهذاك الشكل، يعني غيطيح بالتلامذة الآخرين اللي غيكونوا حافظين، غيهبط لهم المستوى ديالهم بصفة نهائية. علاش هذه الظاهرة؟ لأن الباك هو غول كيخلع عباد الله، ألوغ كو نورمالمون الباك خصو يكون بحالو بحال أي مادة، بحال أي قسم، كما دايرين الدول المتقدمة اللي كتحترم راسها، دايرين الباك ساهل، تيدوزو التلاميذ الامتحان في داكشي اللي قراو وكيمشيو بحالهم. حنايا أنا طبعا أنا من البكالوريا القديمة، ولكن كنغش ما كناش كنغشو مي كنا كنقراو، وكان سميتو الباك كان كيخلعنا بزاف، كان كيخلعنا داكشي. علاش التلاميذ تينقلوا؟ هذا السؤال الاول. الاطار الاول. الاطار الثاني هو ان التلاميذ كينقلوا باسكو في الاقسام وفي الدراسه وفي المسلسل الدراسي ديالهم ما تيشجعوش التلميذ على التحصيل بالعقل، تيشجعوا التلميذ على الحفظ. وطبعا 7000 ماده شحال قد التلميذ ما يحفظ؟ دونك ما كاينش الفهم، ما كاينش استخدام العقل واستخدام العاطفه، كاينه الحفاظه وهذا بضاعتنا ردت الينا. اذا التلميذ تعلم العجز، دونك الطريقه الوحيده هو تعلم العجز، علموه العجز، ما تعلمش العجز، هو علموه العجز، علمته المؤسسه التربويه وعلمته العائله وعلموا المجتمع، علموه العجز، اذا ولا كينقل. وهو الشيخ تي اللي نقول لك ما مزيانش، وخصهم يديروا شي حد لهاد الدائره هذه، راه كثر الحفاظة وكثير كذا راه عليها بلا تمشي نيشان نقي، ما بقاوش يتسوقوا للقراية وسداش ماذا. كاين اللي كيقول لك نضيع وقتي انا كامل في مراجعة وحفاظة، كيقول لك اللهم ندخل معايا التليفون وداك الشيء كامل اللي غنحفظه نعطي الكتاب لشي واحد صحابي يدير لي داك الشيء وخرجوا لي وصيفطوا لي بلا ما نبقى انا مضيع في وقتي وكذا. اون طونك مراقبة في الامتحان الجهوي للسنة أولى بكالوريا، تمت الحراسة التلاميذ في ثانوية ابن بطوطة بتمارة. صراحة دز الأجواء الامتحان في ظروف ملائمة، جد ملائمة، كانوا التلاميذ في المستوى، لحسن الحظ طحت في تلاميذ ديال القطاع الخاص، محتاجيناش كاع نراقبوهم، كان اعتماد على النفس تام، كل تلميذ شاد الورقة والستيلو ديالو جنب ديال الطاولة وكيخدم راسو، يعني ما كانش واحد المجهود كبير في المراقبة ديال التلاميذ. هي الصراحة داك الشيء ما دايمش، هي الصراحة بنادم خاصو يحفظ على راسو باش يوصل لشي مرتبة زوينة، إما داك الشيء تنقال داك الشيء ما دايمش. هي الصراحة خاصهم يديروا شي جمعيات شي حاجة ديال الثقافة باش بنادم يوصيو على هاد الشيء. أنا أم واحد
البنت ديالي اللي دوزات البارح للجهاوي، يعني كان الجهاوي مزيان، يعني ما كان لا النقل ولا حتى شي حاجه، يعني كانت الحراسه المشدده، يعني الامن تبارك الله دار الخدمه ديالو، يعني كان كل شيء مزيان، يعني ما كاينش شي حاجه اللي كتدليب على ان التلاميذ راه كينقلوا راه كيديروا شي حاجه ديال الشغب، راه داك الشيء ما كاينش. كنتمنى من الله يدوز كل شيء الامور بخير وعلى خير، وكنطلب من التلاميذ ديال مالي الباك يخدموا ويراجعوا ان شاء الله ما يكون كل خير ان شاء الله، باذن الله تكون كل شيء يدوز بسلام. وكنتمنى من الله الاساتذه ويتعاملوا معهم شويه بلاتي، لان راك عارف العقل الشباب كي داير، يعني سيروا معهم الامور وربي يكمل كل شيء بخير ان شاء الله ويدوز كل شيء بسلام. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.